الساجي بريست او الناس اللي خلفت فمع الرضاعه مشكله الصدر. الحقيقه ان هو الساجي بريست او التوست بريست اللي هو التوزس حصل له زي ترهل ووقع، ده بيبقى ليه اسباب كتير قوي، منها حاجات جيناتيك، منها لو احنا بعد بوست لاكتيشن اللي هو بعد الرضاعه، ممكن باي ايجينج يعني بعد مرور سن، باي ايجينج ممكن بعد عمليات التكميم بيحصل زي ما احنا قلنا توزس او ترهل، بيخسروا الوزن على طول وفي وقت قليل فبيحصل ترهل شديد بالظبط. طيب حلنا ايه اكوردنج برضو الدرجه بتاعتنا، درجه التوزس، درجه الترهل، هل عندنا فوليوم، عندنا البريست نفسه فيه دهون ولا ما فيهوش، في فوليوم ولا ما فيش. والحاجه المهمه قوي الايج بتاع العيان وهي الاكسبكتيشنز بتاعتها ايه، يعني ممكن تبقى العيانه مش محتاجه فوليوم، مش عايزه فوليوم، مجرد بس عايز تعمل ليفتنج ترفع. أيوة. بس دي عمليه بنعمل بيها ليفتنج للجلد، بنشيل الجلد زياده وبنعمل اعاده تنسيق للانسجه. بس خلينا برضو نبقى يعني نقول لهم بالظبط، لو في دهون كفايه، لو في دهون كفايه، لو عندنا فوليوم كفايه ومش محتاجين نعمل نكبر، محتاجين بس نعمل ليفتنج. لكن لو حد عنده ترهل بس من غير فوليوم هيضطر يعمل، هيعمل الاثنين، هيعمل رفع الثدي زائد تكبير للثدي. انا يعني واحده من الناس ما كنتش فاهمه الفرق، فالناس بتبقى متلخبطه فاكراها عمليه واحده، دي حاجه يعني دي بتبقى بس دي احنا حاجه، نعمل الاثنين في نفس الوقت. بس هي يعني انا قصدي على حسب هي محتاجه ايه بالظبط، يا اما نعمل ليفتنج بس او نعمل ليفتنج اسمها ماستوبيكسي بلس اوجمنتيشن، بنعمل بنكبر زائد ان احنا بنرفع البريست. ميرسي يا دكتور، استمتعت بوقتي معاك. ميرسي.